حضرتك عندك خبرة في خدمة الطفولة، برضو احنا خدمتنا فأتحبوني بتخدم الطفل، فقولي لنا ازاي السنة اللي فاتت كان في خدمة للطفل؟ السنة اللي فاتت خلال 22 خدمة أتحبني كانت بتنزل في الكنائس للحضانات اللي في الكنيسة، وكانت كنا بنبقى مجهزين برنامج للاحتفال بالأطفال في اليوم ده. بنبقى عاملين لهم كرنفالات، وبنبقى عاملين لهم ألعاب، وبنبقى واخدين معانا لعب وهدايا لبس ومواد غذائية، بنعمل لهم وجبات وبنقضي معاهم يوم في منتهى الجمال. بيبقوا فعلا سعداء جدا باليوم ده، وبرضه بنرسم فرحة على وجوه الأطفال بتاع أسرتهم. عرفت كمان ان وقت المدارس كمان بيتم توفير احتياجات المدارس لبعض برضو الاسر الاكثر احتياجا. بالظبط كده، مع بدايه العام الدراسي، قبل العام الدراسي على طول، الخدمه بتبقى مجهزه للاطفال وممكن لاولاد اعدادي وثانوي، الشنط، الكراسات والكشاكيل، ادوات المدرسيه، كافة احتياجاتهم. بنروح للكنائس وبتتوزع بطريقة منظمة جدا. الكنائس بتبقى كلها فرحانة ومستنيانة، يعني بتبقى فعلا خدمة بتحاول تساهم في رفع العبء عن الأسرة ورسم البسمة والفرحة والابتهاج لكل واحد. بشكر حضرتك على ان الموجز او الملخص للخدمه الجميله دي اللي هي مبهجه، خدمه المقبلين على الزواج او خدمه الطفوله، ويا رب دايما نقدر نكمل فيها ونغطي عدد اكبر، نكمل اطفال او من العرايس والعرسان. ميرسي يا مدام هنيه. ميرسي لحضرتك، وتشرفت بوجودك.